نروح لموضوعنا بعيد عن العيد الميلاد، يعني عن موضوع يحتاج شويه هدوء. ايوه، اللي هو النهام العصبي او النهام العصابي او الشره المرضي العصبي، كلها تسميات مشاهدينا لواحد من الاضطرابات اللي خاصه بالاكل اللي يسمونه البوليميا. ويتمثل هذا مشاهدينا هذا الاضطراب بالشراهة عند تناول الطعام اللي تتبع بالتطهير أو التفريغ الاستفراغ. طبعا يمكن كثير يقولوا إيش هو التطهير؟ التطهير يقصد فيه محاولة التخلص من الغذاء المستهلك، ويمكن القيام بذلك عن طريق التقيؤ الذاتي أو حتى تناول المسهلات. فخلينا نتكلم مع الدكتور ناصر الهندي عشان على أعراض هذه المرض أو العلاء المرض. ونشوف كيف نقدر نلاقي لها حل. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا دكتور، يسعد صباحك. اول شيء خلينا نتكلم عن ما هي اعراض وعلامات مرض البوليميا. اوكي، هلا البوليميا بحد ذاتها هي وصف لحاله معينه من اضطراب الاكل اللي هي تصيب السيدات عاده بشكل عام، تقريبا 8 سيدات لكل رجل ممكن انه يصاب فيها. عاده تبتدئ ما حوالي سن 16 ل 18 سنه، طبعا في ممكن يستمر فيما بعد انه يجوا باي وقت من الاوقات ممكن انه هذا الشيء يصير. هو الاضطراب بما معناه انه السيده تنظر الى حالها انه هي حوالا طبيعي جسمها، الوزن تبعها او ممكن يكون اقل شوي او اكثر شوي، في نوع من انواع التشوه لنظرتها لنفسها، بتكون النتيجه تبعها انه هي بتحاول انه هي تصوم حتى تنزل وزنها بشكل ما. لما ببلش الصوم بيصير في عندها نوع من انواع فقدان القدره على انه هي تاكل، فبتبتدي بالاكل بعد صيام مده معينه، فبتبتدي تاكل بكميات كبيره جدا. نحن عم نحكي على الاف السعرات الحراريه خلال دقائق او خلال ساعات، وخلال هذه الفتره بتوصل مرحله اللي هو الشبع، بعدين بتدخل بمرحله الزياده بالاكل، وبعدين بتدخل مرحله الندم بعد ما تكون خلصت الاكل انه انا شو عملت شو سويت. فبيبتدي هون بقى اللي هو حركه التطهير اللي انتم جبتوا سيرتها، اللي هي انه انا بدي اتخلص من هالسعرات الحراريه بشكل او باخر. فهذا اما بيكون اما عن طريق محاوله التقيؤ وله مضاعفات وهذا الشيء، او بيكون عن طريق اخذ المسهلات او مدرات البول او القيام بالرياضه بشكل شديد جدا، او اي طريقه من الطرق اللي هي بتحاول انه الوحده تتخلص فيها من هذه السعرات الحرارية. عادة ما بتكون بين أي شيء بين كذا مرة باليوم لكذا مرة بالأسبوع أو بالشهر إلى آخره. لما بتبتدي تأثر على حياة المرأة بشكل بهالشكل هذا، يبقى هي دخلنا في الحالة المرضية تبعها. دكتور، هو هذا يعني خاص للسيدات أو النسبة الأكبر للسيدات؟ من سيدات لكل رجل إلى حد ما، بس كتير هالمنطقة غير معلومة، لأنه في كتير من سيدات ما بتخبر عنها، رجال كتير ممكن يصابوا فيها وما بيحكوا عنها بصراحة، ففي إلا التقرير عنها أو ريبورتينج عنها. دكتور، أنه أكيد يعني هذا السبب هو يبدأ بخلل أو اضطراب نفسي. لو نتكلم عن يعني الأحداث اللي ممكن تدفع هذا الشخص أنه يوصل لهذه المرحلة، وإحنا ما نتكلم عن يعني نقول للمشاهدين ما نتكلم عن مرحلة الأكل العادي أنه بعدين الشخص يحس بندم فيروح يستفرغ، لا، يعني مرحلة فيها شراهة يعني. أيوه، كبيرة. يعني بعد كل وجبة أعتقد دكتور، صح؟ هلا نحن الطبيعي نحن بناكل الوجبة اللي هي 200 300 400 كالوري 500 كالوري مثلا الأفريج اللي هي الواحد ممكن انه ياخذ فيها. نحن عم نحكي أول شيء على درجة صيام ما قبل الأكل مقصود بنية انه انا بدي نزل وزني، ما عم بقدر انه انا اتمالك نفسي انه انا نزل وزني، ما عم بقدر انه انا اشوف الأكل قدامي وما عم بقدر انه انا اقاومه، لما بدي اكله ما باكل انه مثلا شقفة صغيرة أو شيء، بلاقي حالي بلشت بشقفة بعد منها بشقفة بخلص التارت بخلص الساندويش بخلص الثانية بدخل على البوشار بخلص البوشار بدخل على الكريسبس اللي بعده بالضبط إلى أن توصل اللي هو مرحلة الندم. فهي الاضطراب بحد ذاته، وليس أنه الأكل الطبيعي أنه نحن لازم نأكله. على فكرة كمان باعتبار قلت هالشغلة أنه حتى نتيجة الصيام هذا فبتدرب الجسم تبعنا نحن انه نحن ناخذ السعرات الحرارية مباشرة اول ما تفوت لجسمنا، فعمليا هن عم بيحاولوا انه هن يفقدوا السعرات الحرارية، بس عمليا هن اوريدي الجسم بيكون تريكت ذيم واخذ السعرات الحرارية ودخلت على الفات، فبيكون عندهم فات ديبوزيتس اكثر بكثير من الناس الطبيعيين. لانه راسا بيمتص الجسم وفهمان انه شو بده يصير، فبيدخل ببلش جسمان، فكتدريب للجسم بيصير. وهي الحاله كمان مع انه دكتور في 2019 تتذكر هاني في كثير كان الترند هذا الدايت اللي هو تصوم 18 ساعه بعدين تاكل في خلال 6 ساعات، واعتبروا انه هو صحي وكثير ناس نزلوا عليه، لكن الكلام انت بتقوله شيء يشابهه لكن على طريق
طريق يمكن غير صحي. احنا بنحكي على الاف السعرات الحراريه وعدم القدره على السيطره على كميه الاكل اللي انا عم باكلها، هي الشعور اكل اكل اكل، فقدت السيطره على انه انا اوقف حالي امتى لازم اوقف، ببلشوا بياكلوا لدرجه انه هن ما عادوا يقدروا ياكلوا، وبعدين بيصير اللي هو انا ندمت انا ما كان لازم اعمل هالشيء. فهي حركه الندامه. موضوع الصيام هذا صح وهو صحي، بس انه لازم يكون بشكل مدروس، شو الاكل اللي انا عم ناكله يكون متنوع، ما يكون بس عباره عن سعرات حراريه، سكريات او كنافه او الاشياء الطيبه هي اللي. طيب دكتور، خلينا نروح للاسباب والمحفزات اللي تدفع الشخص انه يعني يوصل لهذا الاضطراب. هلا في كذا عوامل، وفي لما حكيت المره الماضيه على اللي هي الانوركسيا نيرفوزا، اللي هي في عوامل اجتماعيه، عوامل عائليه، في عوامل شخصيه. فاما العوامل الشخصيه هي البيئه التي الشخص ممكن يتربي عليها، وجود مثلا الناس يكون في عندهم حاله نفسيه معينه، قلق، توتر، يكون في عندهم اضطراب اكل، حدا ثاني موجود يكون عنده، او الوالده مثلا ممكن يكون في عندها، او ممكن يكون نوعيه اضطراب شخصيه عنده الشخص، مثلا الشخصيه النرجسيه او الشخصيه مثلا الحديه، ممكن حكينا عنهم ممكن نحكي عنهم بعدين. هدول الاضطرابات بتخلي الواحد عنده قابليه او عندها قابليه اكثر انه هي يكون في عندها هالشيء هذا، حتى القلق والتوتر. اما الحاله الاجتماعيه العائليه، فاللي هي العائله، التعامل مع الناس، التعامل مع بعض، الضغط عليهم انه ما تاكلي كلي، وخصوصا اذا كان في بدانه بالبيت، فالوحده بدها تاكل بنفس الوقت عم بيصير فيها نوع من انواع فقدان السيطره على هالشيء هذا. والحالة الاجتماعية اللي هو نحن بالميديا، الأشياء اللي هي لازم يكون شكلنا جيد، أنا كطبيب، حضرتكم مثلا كمذيعين، لازم يكون شكلنا إلى حد ما مقبول. فلو طبعا هذا الشيء صح إنه نعمله بالشكل الصحي، بس بيصير في عندهم هنا عدم قدرة على السيطرة، فبالتالي بيفقدوا عنها. يمكن من الشخصيات الشهيرة كانت الأميرة ديانا. ليدي ديانا كانت تشتكي من هذا الشيء، وكان في عندها مضاعفات كثير، بس هذا بيخلي إنه الواحد يفكر كمان بشو مضاعفات الشيء اللي أنا عم بساويه، إنه هو مو بس إنه أنا سمنت أو ضليت عم بسمن. فيها كمان اللي هو انه مثلا تقيؤ، بيخلي مثلا انه يصير في عندي تقرحات بالمريء، تقرحات بالحلق، الاسنان بيتاكلوا الانامل تبعها. طب علاجه ايش هذا دكتور؟ هو النظر اول شيء، طبعا هو ليس شيء واحد، والا كانت الدنيا كانت سهله كثير. للاسف هو معقد شوي اكثر من انه تكون واحده بس. ففيها كذا شغله لازم ننظر لها، عوامل متعدده. بالدرجه الاولى هي العلاج السلوكي المعرفي، والنظر الى كيفيه التعامل، انه انا ممكن اقدر اسيطر على حالي، اتقبل نفسي مثل ما انا، حتى اقدر ابتدي اول خطوه، تفهم انه انا اللي عم بعمله ممكن يسمني على المدى الطويل اكثر ما انه هو ينحفني على المدى الطويل، ومن بعدين التعامل معه بهالموضوع هذا. واذا كان في تعقبات او كومبليكيشنز مثل ارق، توتر او اكتئاب، هاي الشغله تبعي اللي انا بقدر ان انا اساعد. شكرا لك دكتور، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لك، وان شاء الله يعني نتمنى السلامه للجميع، وان شاء الله ما حد يعني يوصل لهذه المرحله. الاخير الواحد يكون خلص مقتنع باللي عنده طبعا، لا يغير يعني، حتى لو مو مقتنع يغير، بس بنمط الصحي، بطريقه صحيه بالضبط.